السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب سوف نقدم لكم المدن المعنية بالأمطار العاصفية والثلوج إن شاء الله، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وبتربي عليكم. وبالنسبة للتوقعات بعد الزوال اليوم إن شاء الله وهذا المساء، يتوقع إن شاء الله دخول أمطار عاصفية على المملكة بحول الله. لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية فتشير دخول أمطار عاصفية على طنجة وكذلك سبتة تطوان وأصيلة العرائش شفشاون إيساقن للا ميمونة سيدي علال تازي سيدي سليمان قرية بو محمد فاس مكناس الخميسات الرباط الدار البيضاء والماس إفران وكذلك مكناس بإذن الله وتعالى والقارة والدار البيضاء بن سليمان والرمالي مع انخفاض في درجة الحرارة. وأمطار حاضرة على واتزم وخريبكا وسطات أمطار عاصفية على ولاد فرس سيدي بنور والوليدية واليوسفية بإذن الله والبروج. الفترة بعد الزوال إن شاء الله أو سوف تشهد المملكة تساقطات أمطار غزيرة على عدة مدن المملكة قد تصل حتى أكادير بإذن الله وشمال الأقاليم الجنوبية المملكة. وأمطار حاضرة على كذلك الصويرة وإيمن تانوت وأيد داود وأمزميز، أمطار وثلوج حاضرة على كيمدن، أمطار غزيرة على مراكش وسيدي بنور أكادير بوعشيبة قلعة سراغنا بن قرير واليوسفية آسفي بإذن الله وسيدي بنور الوالدية ولاد فرج الجديدة سطات برشيد القارة وكذلك الدار البيضاء خريبكا واتزم البروج وكذلك ابن بلال الرشيدية وأزيلال. أمطار حاضرة على إيمل تشيل وتبانت مع تساقطات ثلجية كثيفة على مرتفعات الأطلس الكبير، أمطار حاضرة على زوج شيخ خنيفرة واتزم وخريبكا بإذن الله، أمطار حاضرة على بن سليمان وكذلك الخميسات والرماني مكناس، أمطار غزيرة على سكورة مداز بإذن الله والماس، وأمطار غزيرة كذلك على المرتفعات الريف على قرية أبو محمد وتونات إيساق وأكنون وكذلك سكة وزلل ميمونة سيدي علال التازي والرباط وسيدي سليمان وكذلك العرائش وشفشاون والحسيمة والناظور وكذلك الدريوش وساكة وأكنون وقرسيف وتازة. فترة ليلية إن شاء الله استمرار الأمطار الخير على هذه المدن التي ذكرنا لكم قبل قليل، وأمطار غزيرة إن شاء الله على باب برد وتطوان وسيدي سليمان وكذلك الرباط دار البيضاء وسطات القارة برشيد، تساقط الثلجية معتبرة وأمطار حاضرة على قلعة سراغنة بن قرير والبروج بن ملال زوج الشيخ أكادير بوعشيبة مراكش زميز إيمن جانوت أيد داود، وتساقط الثلجية على أوكيمدن وتبانت وتشينغير وكذلك إيمل شيل وإيمل، أمطار حاضرة على تشومفيت وميدلت مع تساقط الثلجية كثيفة ومعتبرة، أمطار غزيرة على بني ملال واتزم خريبكا خنيفرة زوج شمال قارة برشيد وكذلك الرباط الخميسات مكناس سيدي بنور سيدي علال تازي قرية بو محمد وتاونات أكنول وساكا والدريوش وكذلك الناظور الحسيمة وشفشاون للا ميمونة سيدي علال تازي. بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله سوف تشهد كذلك بعض تساقطات المطر على تيزنيت بإذن الله، تبقى أمطار ضعيفة على شمال أقاليم جنوبية المملكة. بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله يوم الجمعة، يتوقع استمرار أمطار الخير كذلك على شمال أقاليم جنوبية المملكة على تيزنيت وقلميم وطنطان وبإذن الله وطرفايا وقد تصل حتى العيون بعض الزخات المطرية. بالنسبة لتوقعات كذلك يوم غد فترة الصباحية، أمطار حاضرة على وجدة بإذن الله وكذلك بركان والناظور الحسيمة الدريوش أكنون ساكا تاوريت وقرسيف وتازة وتهلا وتاونات قرية أبو محمد فاس ومكناس كرة مداز، تساقط الثلجية على مرتفعات إفران وكذلك مرتفع الأطلس الكبير والمتوسط، أمطار حاضرة على مكناس وسيدي سليمان والرباط والخميسات والماس وخنيفرة بإذن الله، أمطار غزيرة ومعتبرة على زوج الشيخ، أمطار وثلوج حاضرة على إيمل شيل مرتفعات الأطلس وبني ملال وقلعة زراغنا وأكدير بوعشيب وأزيلال وكذلك مراكش بإذن الله شيشاوة سيدي بنور بن قرير سيدي علال التازي، وأمطار حاضرة على الوليدية أولاد فرسطات برشيد القارة واتزم والمحمدية وكذلك الجديدة سلا الرباط والمحمدية وكذلك خنيفرة والخميسات بإذن الله، أمطار غزيرة ومعتبرة كذلك على الحسيمة وتطوان والناظور والقنيطرة بإذن الله. أما بالنسبة للفترة المسائية من يوم الجمعة فيتوقع استمرار أمطار الخير والتساقطات الثلجية، أمطار حاضرة على تبانت ومراكش وشيشة وكذلك أسف الصويرة بن قرير سطاتش وكذلك خريبكا الخميسات دار البيضاء الرباط سيدي سليمان وفاس وكيكو بإذن الله وطات الحاج وتازة وإفران والواجهة المتوسطية وعلى وجدة وبركان والناظور السعيدية وتوريت الناظور وكذلك الحسيمة وتطوان وببرد، أمطار غزيرة معتبرة. يتوقع كذلك يوم السبت إن شاء الله أن تكون كذلك الأجواء غير مستقرة مع احتمال دخول بعض التساقطات المطرية فترة مسائية على أسف الصويرة بإذن الله مع أجواء غائمة وانخفاض في درجة الحرارة بإذن الله مع احتمال بعض القطرات المطرية أقاليم جنوبية المملكة. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد إن شاء الله 4 دجنبر دخول كذلك أمطار غزيرة على سيدي سليمان والعرائش تطوان طنجة وببرد والرباط.
الأمطار. أما بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الأحد، يتوقع بحول الله استمرار الأمطار الخير وكذلك تقدم منخفضات جوية أطلسية قوية محليا، وسوف تدخل إلى المملكة وتعطي أمطار غزيرة قوية محليا على سوس، على قلميم وطنطان وأكادير وتليوين وكذلك شيشاوة والصويرة ومراكش وأكادير. بإذن الله سوف تعرف تساقطات معتبرة على بالفاع وتزنيت وإدباها وتليوين، أقيم تساقطات ثلجية على أمزميز وأقيم وكذلك شيشاوة أمطار عاصفية قوية رعدية على الصويرة، وخميس ود الحاج أمطار قوية كذلك على آسافي واليوسفية سيدي بن نور الوالدية والجديدة بإذن الله، وكذلك ستاتش أمطار غزيرة وقوية على القارة وخريبك إن شاء الله يوم الثلاثاء 6 دجنبر، دخول أمطار غزيرة وقوية على المملكة واستمرار أمطار الخير على عدة أيام. كما تشاهدون إخوة الأعزاء، فهذا النموذج الأوروبي في يشير لدخول أمطار غزيرة وقوية على طنجة وأصيلة والعرائش للميم من سيدي علال التازي وشفشاون إيساقن وتاونات قرية بو محمد سيدي سليمان والرباط الدار البيضاء بن سليمان الرماني والماس القارة برشيدة الجديدة ستاتش ولاد فرج خريبكة واتزم والبروج، أمطار غزيرة على قلعة ستراغنا بن قرير والوالدية أسفي اليوسفية خميس ود الحاجة الصويرة، أمطار غزيرة وقوية على أي داود وأكادير وتيرودانت وبلفع وإتباها وتيزنيت وسيدي إيفني وأفركات. بإذن الله سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله، سوف تستمر كذلك فترة بعد الزوال على عدة مدن من المملكة على الشمال الغربي وكذلك الحوز وكذلك مرتفعات الريف، أمطار حاضرة كذلك على الشمال الغربي للمملكة والسهول الأطلسية على خنيفرة وخريبكة وبني ملال وبن قرير والجديدة الدار البيضاء الرباط بن سليمان سيدي سليمان وباب برد وكذلك العرائش الحسيمة الناظور ووجدة والسعيدية بإذن الله. نتوقع كذلك يوم الأربعاء إن شاء الله 7 دجنبر دخول بعض التساقطات المطرية فوق مرتفعات الريف مع تقدم منخفض جوي أطلسي قوي بإذن الله ومنخفضات متتالية كما تشاهدون هذا إن شاء الله، وهذا كذلك نسأل الله أن تعم الخيرات على البلاد والعباد إن شاء الله. كما تشاهدون إخوة الأعزاء يوم الخميس إن شاء الله وكذلك الجمعة، فيتوقع كذلك تقدم منخفضات جوية أطلسية إن شاء الله متتالية، نسأل الله أن تدخل المملكة وتعطي أمطار غزيرة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كما تشاهدون أمطار خير كذلك سوف تكون إن شاء الله في التوقعات مازالت بعيدة المدى، وأمطار ستكون على مراكش بن قرير بن ملال تبانت وكذلك سيدي سليمان وفاس وأقصى شمال المملكة. سوف تعرف بعض التساقطات المطرية الجد المعتبرة على طنجة عصيلة تطوان شفشاون العرائش للميمون سيدي علال التازي وإيساقن بإذن الله. بالنسبة للتساقطات أمطار غزيرة إن شاء الله اليوم غد كذلك. أما بالنسبة للتوقعات يوم غد إن شاء الله فيتوقع استمرار أمطار الخير على عدة مدن من المملكة والمدن المعنية، فهي وجدة والناظور والحسيمة ببرد وتاوريت وتازة وفاس وسيد سليمان الرباط كيكو وطات الحاج وميدلت بإذن الله وخنيفرة وبني ملال، وتساقطات ثلجية على أوكيم دن وأمزميز وتبانت ومراكش وسيدي بن عباس، أمطار حاضرة كذلك على سيدي بوعجمان وأكادير بوعشيبة وقلعة ستراغنا واليوسفية أسفي وبن قرير وكذلك البروج بإذن الله والجديدة الدار البيضاء القارة بن سليمان الدار البيضاء والرباط سلا المحمدية سيدي بن نور والوالدية بإذن الله. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة كذلك على الشمال أقاليم جنوبية المملكة على تيرودانت وتيزنيت وقلميم وطنطان وطرفاي بإذن الله، وربما تسير بعض قطرات حتى العيون إن شاء الله. أمطار غزيرة مستمرة إن شاء الله كذلك اليوم غد على عدة مدن من المملكة والمدن المعنية إن شاء الله، فهي كالتالي: أمطار غزيرة ومعتبرة كذلك على وجدة والناظور والحسيمة ببرد وتطوان وطنجة وفاس مكناس وقيق وخنيفرة وكذلك سطات وبن قرير وخريبكة بن ملال الدار البيضاء وتبانت، والتساقطات الترجية كثيفة إن شاء الله. نسأل الله الثبات.